Bonsoir, bonjour, salam alaikum. J'espère rakom kamel mlah w bsaha w afia. Andi bzaf ma drt lkom ch vidéo, ça fait un an mli ma htit aucun vidéo f lkanat tae. Li dorof, bien sûr, ala balkom li ram ytbaou fia, ala balhom kan andi dorof khassa w ma jit nerfd rohi hatta qlt ya rbi. Alors, اليوم راني وليت لكم فيديو جديده اللي هي لاغوسيت تاع الكيك هذا العجيب. شريت هذاك المول وقلت نشاركه معاكم بطريقه اخرى. تبعوا معايا لا فيديو. دونك هنايا واش نسحقوا في لي زانغريديون؟ نسحقوا كاس ناقص دو دوا تاع سكر، اللي ما تحبش الحلاوه بزاف دير نص كاس، ونص كاس زيت لافاني بيان سور، ربع حبات بيض، ان ياغورت و ان بانسي دو سيل. وهنايا نسيت ما حطيتش الفرينه، هاد لاغوزيت تدي لنا كاس ونص فرينه. دونك هنايا واش نروحو نديرو؟ نسيباريو لو بلون اي لو جون، كل واحد في جهه في دون زان بول، ونديرو قرصه ملح كما يقولوا الناس زمان. الله الله، نديرو قرصه ملح في لو بلون دوف باش نعميو عين الشيطان. فوالا ونطلعوا بالباتور ونجبدوا السكر تاعنا، نبداو نحطوا بشويه كي يطلع لنا هذاك البياض، نبداو نضيفوا بشويه السكر حتى نديروا اون مورينغ كوم سي رانا نخدموا في لا مورينغ ايطاليان. هكذا نخلطوا، نضيفوا السكر من داك شويه شويه حتى يخلص لنا هذاك النص كاس. ولا كيما درت انا، درت كاس موان دو دوا، ناقص زوج صباعتين. فوالا نحطو شويه شويه، نكملو كامل السكر تاعنا وتخرج لنا اون مورينغ هكذا دير لنا لو بيك في لو فوي. دوكا نروحو للصفر، نبداو نخلطو هكا حتى يولي لنا بيض. فوالا هكذا، ونضيفوا شويه لافاني بيان سور باش نحو ريحه البيض. نتوما ضيفوا يعني لي زاغوم اللي حبيتو، تحبوا ديروا لو زيست داغروم دو كارانا في وقت لي زاغروم، ولا ديروا لاغوم اللي حبيتو. فوالا نخلطوا لافاني والصفر. مازالني في كلمة فوالا، عندي عام ما درتش فيديو بصح هادي فوالا ما نسيتهاش. لازم يقرصوني عليها هادي باش نحيها. فوالا فوالا هايلك. دوكا نجبدو الزيت، هداك نص كاس زيت، نبداو نضيفو بشوية في الصفار كوم سي رانا نخدمو في لا مايونيز. هكداك نضيفو بشوية وتخلطو حتى يطلع لنا هذاك البياض ويولي بيض. هكذا نخلطو تري تري بيان حتى يولي يتقال ويولي بيض كيما المايونيز. دوك واش نديرو؟ نروحو نضيفو الياغورت تاعنا، الياغورت تاعنا ماشي تاع الجيرانة تاعنا، اشفاو. فوالا نضيفو الياغورت ونبقاو نخلطو حتى تدخلو هادوك لي زانغريديون في بعضاهم. فوالا دوكا واش نديرو؟ هاد الباتور ما تقطعوش فيه لي فيا، هاد الباتور يشفي العام جدي. دوكا كي نكملو التخلاط واش نديرو؟ دوك نروحو نضيفو هداك الصفر في هداك البياض اللي طلعناه بشويه بشويه هكذا، ونبقاو نخلطو من التحت للفوق من التحت للفوق هكا. فوالا باش ما نطفيوش هذاك البياض باش ما يحبط لناش.
فوالا سينو الا تحبط لنا المسكوتو تاعنا ما تخرجش كبيره، ما تخرجش خشينه. هكذا دوكا نضيفو نص كاس تاع لافارين ونضيفو الباكي تاع لا ليفور معاها. فوالا ونبقاو نخلطو من تحت للفوق، توجور من تحت للفوق هكا. ومن بعد نضيفو الدوزيام النص الدوزيام. ياك قلت لكم هاد لا غوسيت ترفد لنا كاس ونص فارينة و ان باكي دو لوفور كيميك. نبقاو نخلطو هكذا ومن بعد نضيفو نص كاس التالت. فوالا كاس ونص كاس ونص فارينة ونبقاو نخلطو هكذا حتى يروحو كامل هادوك لي غرومو تاع الفارينة. ما لازمش نخلو هادوك لي غرومو سينو يخرجو لنا في الموسكوتشو تاعنا يخرجو لنا هكذا كحبيبات اون بودغ. نبقاو نخلطو حتى نليسيو هذا لو ميلونج تاعنا. فوالا هاوليك الموسكوتشو بعد ما كملتو خلطتو ولا هكذا ليس. دوك نروحو للمول تاعنا نديرو له شويه زبده وشويه فارينه ونحطو لي بيبيتو شوكولا في لا غوسيت هنايا في الموسكوتشو. هذا اختياري، الى حبيتو ديرو الى عندكم زبيب ديرو زبيب، سينو ما ديروش. ان توكا لا غوسيت بلا لي بيبيتو ولا زبيب تخرج لكم بنينه. اون بليس كل واحد يديكوريها على حسابو كيما على حساب المقدور. فوالا دوك نحطو لو ميلونج تاعنا في المول ونحطوه ا 180 دوغري. نشعلوها من تحت بركة. هكذا نحطوه في المول ومن بعد نخبطو شويه هذاك المول باش هذوك لي بول هذوك يروحوا كامل، سينو باش ما يبقى لناش الهواء داخل باش ما يدير لناش لي بول تاع الهواء، سينو المسكوتشو تاعكم يخرج لكم فارغ داخل. فوالا نخبطوها شويه هكا. كي تشوفوا الا شفتوا هذيك الجهه الفوقانيه طالعه على التحتانيه ما تخافوش، بيسك كي تدخلوها في الفوق هذيك الجهه لي كوتي رايحه تطلع وهذيك الفوقانيه ومن بعد تحبط. فوالا الموسكوتو تاعي بعد ما طاب راني ديموليتو. دوك نروحوا لا ديكوراسيون. دوك نروحوا لا ديكوراسيون. انا هنايا خيرت ندير لها الكونفيتور من لي كوتي وندردر عليها شويه نوا د كوكو. بصح نتوما تقدروا تخلوها هكذا ولا ديروا لها سكر غلاس من لي كوتي. كل واحد يعني يديكوري ويبدع كيما يحب. لا كويزين حاجه واسعه، كل واحد يبدع كيما يحب يديكوري كيما يحب. فوالا بعد ما درت لها لا كونفيتور ونوا د كوكو نروح نديكوريها في الوسط. انا النص درت لها راحت لي تقطعت لي هذيك وين كنت ندير التوفيا كاراميل راح لي هذاك المقطع. دونك درت النص توفيا كاراميل والنص لا كونفيتور تاع لا فريز ومن بعد من الفوق ندير لها لي سوريز كونفي. انا خيرت نديكوريها هكذا وانتم تقدروا ديكوريوها كيما تقدروا بالشوكولا ولا بلا كريم ولا بلا كونفيتور. هايليك بعد ما ديكوريتها كيفاش خرجت. دوك نروحو ندوقها معاكم، نحطها في التبسي ندوقها كيف كيف. نتمنى تكون عجبتكم لا غوسيت و تجربوها.